اهلا وسهلا للمتتبعات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا اليوم انا معكم في محل ديال الخوامي ولا الريدوات كيف ما طلبتوا مني. بغيت ندير لكم جوله في محل ديال الريدوات، اخر ما كاين في الريدوات، ريدوات مطروزين. الاخت اللي طلبات مني ريدوات مطروزين. المهم انا لبيت لك الطلب وجيت انا في درب عمر. بالنسبه للناس اللي كانوا كيقولوا لي ديري لنا جوله في درب عمر وتوب ديال درب عمر، انا في درب عمر ان شاء الله غنشارك معكم المحل، يعني فيه كله غير ردوات، جميع انواع الردوات. السلام عليكم. السلام ورحمه الله اخي، بخير؟ المحل العثمانيه. الله يبارك فيك. كلشي مزيان الحمد لله. الحمد لله. مرحبا. ورينا الجديد اللي عندكم، شنو اخر ما كاين دابا في الردوات، شنو اللي كيتطلب؟ كاين دابا كاين بحال هاد الشكل، هاد الشام بحال المطروز، هاد المطروز المطروز هذا هو اللي كاين دابا، كاين في الطلميط وكيكون في الريدو. راه فيه موديلات، كاين هاد الشكل، كاين هذا على حسب، كاين هاد البروكار بحال هكا كيتدار في الكاش ريدو. دابا ولا البروكار تيدار حتى هو في الريدوات، كيكون في الكاش. ماشي بحال الطلميط، كاين هاد لي ساتان بحال هاد الشكل هادو، شتيهم؟ الشكل هادو ديال لي ساتان هادو شنو كيجيو حتى هما في من الفوق ديال الريدو. كيجيو دابا هادو ولاو كيديرهم كاش ريدو. كاش ريدو كيدار المزوق من التحت بحال هاد السيل هذا، باش الزواقه تجي باينه، باش ما يبقاش بنادم يشري الريدو وتجمع ليه الزواقه في الجناب، ما كتعطيش الماله مسرحه هكا كتجي باينه. دابا هاد الزواقه ولات كتجي هكا مسرحه، وعاد ولاو كيديروا يعني موديلات سامبل في الجناب ساتان بحال الشبيكه منهم اللي هذا هذا الشكل، هذا الفراشه وهذا الشيء راه دايره معروفه في مدينه، معروفه هاد الفراشه هادي كيداروا كاش ريدو. هادو الموديلات ديال الطرزه، شحال دايره الطرزه؟ الطرزه هاد الشيء باين اللي فيهم الحجر بحال هكا من 100 درهم وانت طالعه، 100 110 120 130 درهم على حسب الزواقه وصافي، على حسب الزواقه وعلى حسب مثلا بحال هاد الزواقه اللي قدامنا. الزواقه اللي دايره 110 درهم، 110 درهم المتر، 110 درهم المتر. هي فيها شكيلات اخرين، ها هما الشكيلات تما، كاين هادي عيشها، هادي عامرة، هادي عامرة، هادي وردة، هادي زوينة هادي. شوفوا هادي كي دايرة، انتوما هادي بشحال كتبقى؟ بالمسمار هادي راه ما طيح ما والو، هادي كتبقى راه ما طيح ما والو، واش فيها المسمار؟ شتي مشدودة بالمسمار، ها هو، ها هو المسمار باش مشدود هاد الحجر هذا. طيح ما والو هادي. هادي بشحال كتبقى؟ هادي كتبقى ب 120 درهم المتر. 120 درهم المتر. 120 درهم المتر، يعني كاين الموديلات، الموديلات اللي بحال هذا، يعني كاين غير في هاد الباج، ما لقاوش في اللوان. لا اللوان كنخدموا الأكثرية لون ستوندار، باج ولا بلون كاستي اللي يبقى خدام لي كليان ديما، باش ما يبقاش كل مرة شونجي تلميطاش من غير ريدو تا هو، يبدل التلميط يبقى ليه الريدو هو هو. بصح قلنا هاد المطروز يعني كيبدا من 110 120 على حسب، يعني فيها انتم الشكيلات اللي فيه، كاينه هاد الشكيل هذا ها هو. بالنسبه للسيده اللي طلبات مني المطروز، ها هو اختي انا كن انتم كتشوفوا. وشنو كاين اخر؟ كاين بحال هاد الشكل هادو، بحال لولان هذا معروف، لولان كيتخدم في لي صالون روميين ولا في بيت النعاس، فهمتيني؟ كيجي زوين ما تيدي موضة ما والو. كاين هاد الشكل عادي الا بغيتي على حساب بيت الكلاس ولا السيجور ولا شي حاجة، المطروزين العاديين كيبداو من 70 درهم، 70 درهم، 70 درهم، فيهم الزوق بزاف هادشي. كاين هاد الستيل هذا، بقى تذكر لي الاثمنه باش ما ننساش. بحال دابا هذا بشحال الثمن ديالو؟ هذا 65 درهم، 65، 13 ريال المتر. ها انت هاد السيلات ديال المطروزين عاودتيني، هذا بحال دوك الشكل اللي شفنا في الاول، 110 115. هذا كاين بحال هذا، شوفوا كيف بالنسبه اللي عندهم الغوز في الطلميط ولا شي حاجه. ها انتوما هذا تا هو من 110 100، لا هذه 120 درهم، 120 على حسب كل طرزه وثمنها. كاين هذا السيل هذا، واشتي هادو كيبقاو ب 70؟ اييه هادو المطروزين، هاد بحال هاد الطرزه قديمه شويه، ما قديمه لا، غير دابا بحال شتي. وهذا خويا شحال هذا؟ فينا هذا 70 درهم، 70 اييه. وهذاك اللي حداه مقسم هذه 80 درهم، هذه تاني زوين، هذا كيجي في صالونات بلديين. هذا بشحال كيبقى هاد هذاك؟ 220 درهم المتر. هذا 220 درهم، كيتسرفيت طول العلو وما فيش العرض، العرض فيه 2 متر ونص، 2 متر ونص في العرض، 220 درهم المتر، وكيتحسب المتر بالطول، طول هكا كيتحسب بالطول. ولكن كتسمع الثمن، ولكن راه كتبقى ناقص. مثلا انا عندي مثلا شرجم مثلا فيه نقولوا هاد العبار 2 متر،
طلبات كان عندك جوج درهم يبقى عليك تقريبا الا صايبنا معاك كان يحسبوا عليك 400 درهم يطلع ب 400 درهم ووقتها هو كيجي خصو يجي من فوقه كاش يجي من فوقه كاش رياضو فيه فيه هذا الطوغي فيه الارجنتي صافي تبدو اقل على عندكم في الرولو باش نقربوه اكثر عندكم في شي رولو هنا باش نقربوه اكثر ما كاينش في الرولو واحد زعما ولا كان الا كان زعما شي باش يبان اكثر غير باش يبان اكثر حيت هذا شكل زوين انا شفته انا ما يجيب لينا نشوفوه هانتوما يعني عندهم فاش تختاروا كاين هذا هو كاين هادو بالنسبه للخدمه انا غنسولو حتى على الخدمه كاينين هاد المجادل هادو باش كيشدو الريدو يعني يمكن كيجي سير كوموند لا هذا لا في البياسه كتعبر منها العبر اللي بغيتي ها نتوما كيفاش كيجي انت شدو عفاك باش يبان ليهم ما تكسر وكدالو الباندا كدار لي الباندا من هنا من الفوق هنا فهمتيني كل هذه الضربه هذه كتولي فيها باندا وكيكون فيها الكروشيه يعني كيت الكروشيه كيجيو غير في هذيك البلاصه اللي فيها هنا وكاين اللي كيخيطوا بداك الميكانيزم ديال السطور باطو كيطلعوا يهبط لي سطوره اييه ها نتوما الشكل ديالو هذا في النقري ولا كنقولوا الارجنتي ولا النحا ولا الفضي ارجنتي وفيه الذهبي ديالو حتى هو النحاسي لا دابا ولا شويه الفراش فيه النحاسي يعني فيه الذهبي وفيه الفضي الذهبي والفضي هما قلنا كيبقى 220 درهم للمترو يعني راه ما كيطلعش غالي مع كيتحسب في الطول الا يعني مع المخدام مع السدار ما كيبقاش الطول بزاف جوج متر وجوج متر 20 داكشي اللي كتكون عندنا ديال يعني يطلع ديك 400 درهم مزيان شنو اخر كاين كاينين هادو ها هما الزواق بحال هادو شتيهم كيما قلنا 70 65 درهم 75 يعني كل زواق الثمن ديالها واقيلا كتخيطوا لا حيت حاطين هنايا كنخيطوا دابا مثلا بغيت نخيط انا ريدو كتعطيني انت كنعزل حيت بان لي هنا هاد هادو لي زاكسسوار ديال الريدو ديال الريدو باش كتخيط كتحسبوا حتى هو المتر كتحسبوا المتر حتى هما يعني شحال كتحسبوا من اكثر يا ريدو اكثر يا نورمالمون الانسان دابا الناس اكثر كيخدموا ريدو عادي كيجي من كروازي كي صافي كياخذ ليه 6 متر ديال هذا الطونطين هذا الطونطين بشحال هذا الطونطين ديال 30 كاين ديال 35 كاين ديال 40 درهم على حساب الموديل وصافي على حساب الموديل وهاد العلالق حتى هما المجادل هادو فيهم ديال 130 درهم 150 200 درهم فيها ام براسها حتى ل 400 درهم وحده ب 400 درهم على حساب جوج كتلعب بجوج هما 400 درهم بحال 200 درهم الوحده بحال هاد الشيء هكا كبير تبارك الله موجود فشي اختار الواحد ملي جبت لكم محل غير الريدوات هذيك اللي قلنا الشبكه شحال باقا دايره الشبكه هذيك 110 درهم 110 درهم حتى هذا الشكل زوين هذا يعني كيبدا الريدو هنا من 70 درهم 70 درهم 60 درهم على حسب الموديل ولاو دابا كيديروا الكاش حتى بحال واحد داير بحال شكل الساتان هو اللي ولا في الدخله اللي ولاو دابا انا غنوري لكم حيت يلا شفت واحد هادو اللي ولاو دابا كيديروهم في الكاشريدو في اللوينات يعني جميع الالوان كاين هاد الشكل هادو ديال بيوت النعاس شتي يلا بغيت نقول لك شنو الجريل المارو الغوز الموف راه فيه مازال الذهبي ديالو فيه الباج ها كاين ها هو الذهبي ديالو هادو ديال بيوت النعاس فيهم بحال هاد كنقولوا لها الكمخا ولا شنو كيقولوا هادو ما يدخلوا الضو ما يبينوا على حتى على حسب البرد ما يدخلوش حتى البرد وهاد هادو سميتهم تليجه 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 في الميبرا حيت كيقولوا يبقى تقول الميبرا الموبرا انا كنقول الميبرا الناس اللي صلحوا لي شكرا الموبرا هاد الموبرا شحال كتبقى هادي 60 درهم 60 درهم حتى هي في اللوينات هادي هي كتجي مع البلدي مع فيها الكرونه فيها الكرونه فيها الكري فيها الباج يعني الالوان كاملين كاينين هذا بحال النحاسي
يعني كاين حتى هذا زوين. شفتي هذاك البنا داك راه داك المارورا هذا وهذا تا هو بشحال كيبقى؟ 60 درهم راه بحال هكا. بحال هذيك 60 درهم، يعني راه ابتداء من 60 درهم. يعني ارخص ريدو عندكم هو 60 درهم، ولا كاين اقل من 60 درهم؟ كاين في هذاك اللولان في السقلي هذاك ديال 40 درهم هذاك. اللولان في السقلي. السقلي هذاك عادي. بزاف كيبقى. اللي كيدار من التحت ولا كنديروه حتى كشريده. كيما انتم كتشوفوا انا غنحاول ندير لكم جوله. المهم غير ورينا شنو اللي خارج شنو اللي كاين. هو هذا ديال 40 درهم. هذا 40 درهم. هذا شوفوا هذا اللوين ديالو زوين حتى هو 40 درهم. فيه اللوينات، فيه هذا، فيه هذا الكريل ارجونتي. الكريل ارجونتي بلون كاسي هو هذا. يعني في جميع الالوان. انا كنحاول نشوف شنو مخبع نجبدو ليكم. هذا قلنا شميش هادي 80 درهم. 80 درهم دابا 80 درهم. بالنسبه للناس اللي في مدن اخرين وبغاو تصيفطوا ليهم تصيفطوا ليهم. المهم راه كيديروا لا ليفريزون اللي بغا. وان شاء الله الناس اللي غايجيو عندكم طرف القناه غت ان شاء الله تنقصوا لهم شويه. لا ضروري هو قال لكم ضروري غيزيد نقص لكم شويه. هذا حتى هو الشكل ديالو كي داير. غنخلي لكم التليفون ولادريس باش تواصلوا معاهم. جميع اللوينات كاينين، جميع الاشكال. غادي ندير معكم جوله خفيفه بالنسبه للناس اللي كيطلبوا مني كيقولوا لي عافاك خليه شويه لا يعني التصوير تقليد التصوير. انا كنحاول ما امكن مع كنكون كنسول يعني بعض المرات راه ما كنركزش كنبقى غير يعني كنركز على الاسئله وعلى شنو يمكن نسول شنو كيجاوبني باش نركز معاه. كنحاول في هذه الجوله ندير معكم دابا جوله خفيفه ونجاوب على بعض الاسئله بالنسبه للناس اللي ديما كيدخلوا الهاتف والعنوان. انا هو كاتبه لكم الهاتف هو في تحت الفيديو والعنوان هو في تحت الفيديو. يعني في الفيديوهات اللي غيكونوا جايين كلهم من نفس المشكل. وكنعتذر على الفيديو السابق ديال المحلات مفروشات عزيز اللي كنت خاطئه في التليفون يعني زايده غير الصفر ما رديتش البال كنعتذر. وكنعتذر بالنسبه للناس اللي ما كنجاوبهمش. راني كنجاوب كاع الاسئله غير اللي تعطلت عليه راني غادي نجاوب غير مع كثره التعاليق. يعني كنحاول نجاوب كل شيء حتى واحد كل شيء يبقى على خاطره. بالنسبه للسلبيين ولا الايجابيين كل شيء مرحبا. وكنشكر بزاف بزاف الناس اللي كيعطوني يعني تعاليق زوينين كيشكروني وكيقول لي الله يرحم الوالدين. يعني انا كنفرح كنحس بانني كندير شي حاجه كتستافدوا مني. ونتمنى نكون كنقدم لكم شي حاجه مزيانه. وبالنسبه للبنات راكم كتفرجوا في الفيديو ولكن ما كديروش ليا لي لايك فهذا كيهبط شويه من المستوى ديال الفيديو. ديروا ليا البنات لي لايك. اللي عجبك الفيديو ديري لايك. انا كنقول لك اللي عجبك الفيديو ديري لايك. وبالنسبه للاسئله الناس اللي طلبوا مني دوره جوله في محلات ديال البرنوسي ان شاء الله. الناس اللي طلبوا مني نرجع لفم الحسن غادي نرجع ان شاء الله. غير خص يكون الجديد في لي زورو غادي نرجع مع الحجر وما دخلش السلعه بزاف. الناس اللي طلبوا مني انني نشوف محلات اللي كيديروا كيفرشوا بالتقسيط يعني كتفرش لك وانت كدا تخلصها بالتقسيط. راني كنقلب ان شاء الله غير نلقى المحل حيت كنلقى المحلات ولكن ما كيبغوش يجاوبوني على جميع الاسئله فما كنضطرش نصور معاهم. انا كنبغي السؤال اللي طرحته يجاوبوني باش نتوما تفهموا وتستافدوا. خاصني نفهم انا باش نتوما تفهموا معايا. شنو السؤال الاخر؟
عرفتي بزاف الاسئله دابا مشاو. المهم هادشي اللي تفكرت دابا. في التعاليق كتبوا لي اي حاجه بغيتوها، واش بغيتوا بقى ندير لكم فيديوهات هكا ولا نولي ندير لكم لي لايف، يعني من المحلات من الاحسن اشنو بغيتوا نديروا لي لايف تكونوا مباشره مع المحل، يعني تقدروا تسالوا الاسئله ديالكم ولا نبقى ندير فيديوهات هكا. يعني كتبوا لي كلشي في التعاليق، اي استفسار اي حاجه بغيتوها اي محلات بغيتوا نمشي ليهم مرحبا. بالنسبه للمحلات اللي كنتعاملوا معاهم كلهم كيصيفطوا لحد الان الفيديوهات السابقه ولا السابقه ولا هادو اللي جايين، راني كنحاول نشوف الناس اللي كيصيفطوا لبرا. والفيديو ديال اليوم سالا، نتمنى تكونوا استفدتوا منه، وبسلامه عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله.